المدير التنفيذي لنادي أهل دبي الأستاذ أحمد حماد. مساء الأنوار يا كابتن أحمد. مساء الخير كابتن مدحت، مسي عليك وعلى الأساتذة الموجودين معك في الاستوديو وعلى المشاهدين في كل مكان. يا رب يخليك، وتحياتنا وقبولاتنا لكل شعب الإمارات بمناسبة الاحتفال الوطني واليوم الوطني الجميل رقم 44. الله يخليك، الله يسلمك، والحمد لله رب العالمين. الدولة أكملت 44 سنة واحنا الحمد لله في اسعد حال، ونفتخر ان احنا نكون اسعد شعب في المنطقه، وتحياتنا للاخوان في جمهوريه مصر العربيه، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في القادم من الايام ان شاء الله. يا رب يخليك. احنا الحقيقه كنا طبعا كلنا بنتمنى انه اهل دبي يحصل على البطوله، ولكن كان يعني مشوار عظيم ومظفر للغايه. حابب تقول ايه على مشوار اهل دبي حتى المباراه النهائيه مع النادي الصيني؟ يعني طبعا اول شيء نحمد الله على المكان اللي احنا وصلنا له في البطوله الاسيويه، وصلنا لاخر مباراه والمباراه النهائيه. اعتقد احنا في بدايه البطوله الاسيويه كنا احنا اعلنا للناس وحددنا هدفنا ان احنا نوصل الى ابعد نقطه وابعد مدى في البطوله الاسيويه. يمكن في بدايه البطوله وخاصه في دور المجموعات، في الدور خلينا نقول في الدور الاول من دور المجموعات، ما كان الاداء وما كانت النتائج على القدر المامول، لكن الحمد لله استطعت تجاوزها في الدور الثاني وصعدنا الى يعني لدور 16. كأول مره نصعد يعني نتجاوز دور المجموعات. احنا سبق شاركنا في البطوله الاسيويه، لكن في كل المرات كنا نكون يعني قريب من الصعود وما نصعد، لكن هاي المره الحمد لله توفقنا وصعدنا، وبالتالي فتحت امامنا ابواب يعني خاصه بعد تجاوز دور 16 اللي كان مع العين. كانت هناك فترة توقف، فترة الصيف كان ممكن فيها تجهيز الفريق يعني واستقطاب عناصر أفضل عن عناصر كانت موجودة، خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب. بعد رحيل جرافيتي كان هناك يعني حاجة لرأس حربة أجنبي، العناصر الأخرى كان تم استبدالها وتم تعديل الفريق. بالتالي المعسكر اللي كان في الصيف كان الهدف منه أن احنا نستكمل مشوار البطولة، وهذا اللي حصل الحمد لله رب العالمين. لعبنا في دور الثمانية مع فريقنا في طهران، فزنا في طهران 1-0 وفي دبي 2-1، ولعبنا في دور الأربعة مع الهلال السعودي تعادلنا في الرياض 1-1، وفزنا في دبي في مباراة يعني دراماتيكية ومباراة مشهورة 3-2، ووصلنا للمباراة النهائية. وكان هذا الهدف يعني معلن ومعروف سواء للاعبين، للشارع الرياضي، للصحافه، لكل الناس، ان الاهلي كان نحن من اول يوم نحن حاطين يعني حاطين هدف ان احنا نوصل للمباراه النهائيه. وبالتالي لما وصلنا للمباراه النهائيه وصلنا امام فريق غوانزو. نعم. وفريق يمكن يكون افضل من افضل الفرق الموجوده في اسيا، فريق بطل الصين لمده 5 سنوات متتاليه، بطل النسخه اللي قبل الماضيه. يعني وخسرنا بشكل خلينا نقول مأساوي في المباراة اللي كانت في الصين، خسرنا 1-0، وكان يكفينا التعادل الإيجابي، وكنا يعني لو توفق ليما في الكرة اللي انفرد بها كنا بنكون البطولة، لكن بنحقق البطولة. لكن أعتقد أن المشوار هذا مشوار يعني كانت فيه عقبات كثيرة وكانت فيه صعوبات، واجهنا فيه مشاكل كثيرة، بداية من توقيف اللاعب ماجد ناصر مدة 6 مباريات يعني بالظلم، وفي مباراه الاهلي جده انطرد عنا لاعب في كره ما كان مشترك فيها، انطرد عنا بالخطا. نعم. واحتسبت علينا ضربه جزاء، يمكن اغرب ضربه جزاء في التاريخ، كره كانت خارج الملعب ومسكها المدافع وانحسبت علينا بلنتي. وصادفتنا يعني عراقيل وصعوبات كبيره من الجانب الصيني في المباراه اللي كانت في الصين، وطبعا ما بهذا المكان إعادة اللي قلناه، لكن أعتقد أن الفريق كانوا على مستوى المسؤولية وكانوا رجال جدا، وحتى أن الرئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان وصف الفريق بالفريق الشجاع. نعم. يعني واستطعنا نكسب احترام آسيا كلها كاملة. مش كلام. خاصة أن احنا لو جينا وشفنا معدل اعمار الفريق، اعماره في بين 24 و26 سنه. نعم. وبالتالي اعتقد ان يعني حققنا انجاز، ان شاء الله نتمنى ان في مشاركتنا القادمه في
بطولة أبطال آسيا أن احنا نحقق البطولة فيها، وهذا بعد كذلك هدف إن شاء الله بيكون موجود، وهدف بنعمل على تحقيقه خلال السنوات القادمة. لأن نعتقد أن احنا بما نملك من فريق من عناصر سواء إماراتية أو عناصر أجنبية قادرين على الوصول لهذا الهدف، وقادرين أن احنا يعني نحقق بطولة آسيا. كانت تجربة فيها كثير من الدروس، وكانت فيها كثير من الاستفادة للجميع، سواء للاعبين أو حتى إن احنا على المستوى الإداري في التعامل مع هالنوع من البطولات ومع المواقف اللي مريناها. اكتسبنا فيها الكثير، واكتسبنا حتى ثقة الشارع الرياضي في إن في الإمارات كان إنه وتعاطف الشارع الرياضي في نفس الوقت كان صحيح. وهذا كان وكان هذا كان ملاحظ، وكانت حتى ثقة أصحاب السمو الشيوخ وأصحاب السمو المسؤولين يعني كبيرة فينا. وعلى هالأساس تم يعني تخصيص الطائرات لنقل مشجعين الفريق من الإمارات إلى الصين، وتكفل بكل مصاريفهم نسبة لما كان يعني في عيون المسؤولين ما كانت هناك ثقة أن هذا الفريق قادر على تشريف الكرة الإماراتية والكرة العربية بشكل عام في المحفل. صحيح. لكن قدر الله وما شاء فعل، ونتمنى إن شاء الله التوفيق في القادم إن شاء الله. إن شاء الله الحقيقة أنتوا حطيتوا أقدامكم على طريق البطولات إن شاء الله، ويعني أخذتم احترام الجميع، وكنا متابعين في منتهى القوة الأهلي دبي في مباراة العودة في الصين، تمنينا قطعا كما تمنى الجميع، ولكن زي ما حضرتك قلت قدر الله وما شاء فعل. ولكن يكفي ان انتم حطيتوا اقدامكم على ارض البطوله، ثم انطلقتم ايضا في الدوري الاماراتي بشكل رائع جدا. بنتمنى لكم كل توفيق في القادم ان شاء الله يا استاذ احمد. اشكرك شكرا جزيلا. اشكرك يا كابتن مدحت. وطبعا احنا الحمد لله رب العالمين، اعتقد ان احنا في خلال الموسم او خلال النسخه الماضيه غيرنا خريطه الكره الاسيويه، غيرناها يعني من يعني وجدنا هناك عملاق جديد اليوم في آسيا اسم النادي الأهلي، أهلي الإمارات، ويحسب له ألف حساب، وخاصة يعني توج هذا المجهود بفوز أحمد خليل بأفضل لاعب في آسيا الموسم 2015. نعم. وهذا إنجاز كبير يحسب للنادي الأهلي الكرة الإماراتية، لأن أحمد خليل أول لاعب يفوز بهذا اللقب. صحيح. بالتوفيق يا استاذ احمد، واشكرك شكرا جزيلا. اشكرك وتحياتي لكم، تحياتي للجميع الاخوان الموجودين في الاستوديو والاخوان خلف الشاشه. شكرا، اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد حماد، المدير التنفيذي لنادي اهلي دبي.